السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون ترم خير عليكم بإذن الله وتكونوا دايما في صحة وسعادة. انا هديكم مادة ستيم سيل بيولوجي او بيولوجيا الخلايا الجذعي. المادة سهلة وظريفة جدا ولذيذة، هنستمتع فيها وهنتعرف على حاجات كتير جدا فيها. النهاردة هتبقى المحاضرة خفيفة كده، مقدمة بسيطة عن الستيم سيل بيولوجي. اول حاجة بالنسبة لي لازم اتعرف على الهيومن لايف سايكل، المراحل العمرية بتاعت الانسان. طبعا عندي مراحل عمرية كتير قوي. المراحل العمرية مهمة جدا بالنسبة لنا، لان كل مرحلة عمرية لها نوع معين من الستيم سيل، وهتحقق لي اهداف معينة طبقا للمرحلة العمرية. بدايتي في ايه؟ بدايتي من الاوفا مع السبيرم، يتحدوا مع بعض افتر الفيرتلايزيشن ويديني الزيجوت، ثم يمشي بمراحل معينة للفيتوس بيبي للتشيلدرن، مرحلة الشباب الادلت الاولد ايج، ثم الدس. كل مرحلة من ديت بيبقى عندي نوع معين من الستيم سيل بصفات معينة عشان تساعدني في هذه المرحلة العمرية. طيب الستيم سيل دي عبارة عن ايه؟ الستيم سيل ديت خلية موجودة ربنا خلقني بيها، هي undifferentiated cell، خلية غير متميزة، لها قدرة على ان هي يحصل لها differentiation وتديني اكتر من 200 cell type في داخل الهيومن بينج طبقا للاحتياج في كل مرحلة عمرية بالنسبة لي. طيب طالما هي قادرة ان هي تديني انواع مختلفة من السيل تايبس اللي موجودة عندي، يبقى الامبورتنس بتاعتها ان هي ممكن تديني خلايا عصبية، خلايا هيباتوسايت، انتريوسايت، اوستيوسايت، كاردياك سيل، هتديني انواع كتير من الخلايا. يبقى اذا لو الشخص عنده ديفكت في هذه الخلايا، ممكن اقدر اعالج هذا الديفكت عن طريق ان انا بعمل ايزوليشن لهذه الخلايا وازرعها في بتر ديش وارجع تاني ترانسبلانتد في البيشنت. يبقى نتعرف على هي ليه امبورتنت بالنسبه لي وايه الفوائد اللي عايده عليا من دراسه الستيم سيل. عندي الستيم سيل ممكن اعتبرها ان هي سنجل سيل قادره على ان هي تعمل حاجتين. الاحتمال الاولاني حاجه اسمها سيلف رينيوال، يعني ريبليكيت اتسيلف، تكتر من نفسها بنفس الشكل ونفس كل حاجه بس عدد كبير جدا، او ان هي يحصل لها ديفرنشيتد، يعني تتميز وتديني ماني سيل تايب طبقا للاحتياج في داخل الجسم. وعلى ذلك بقى يبقى اذا في بروبرتيز خاصه بالستيم سيل اللي هي السيلف رينيوال، هي تقدر تكتر من نفسها بنفس الشكل او ديفرنشيتد لانواع مختلفه من السيل تايبس، وبالتالي دي فايدتين مهمين جدا بالنسبه لنا نتعرف عليهم في المحاضرات القادمه. هنتعرف على عمليه الكلاسيفيكيشن اوف الستيم سيل اكوردنج تو دير بوتنسي. بوتنسي يعني القدره بتاعتها ان هي تقدر تعمل عمليه الديفرنشيشن. في عندنا كلاسيفيكيشنز كتيره قوي اللي هي توتي بوتنت، بلوري بوتنت، مالتي بوتنت، اوليجو بوتنت، يوني بوتنت، طبقا للمرحله العمريه. كل مرحله عمريه لها بوتنسي او مقدره معينه بتحقق لي اهداف معينه في داخل الجسم. من النقط المهمة جدا بالنسبة لنا الشباب في المحاضرات ان انا عندي في حاجة اسمها ان فيفو وان فيترو. هنلاقي ساعات بنتكلم على ان فيفو وساعات هنتكلم ان فيترو. طيب يعني ان فيفو يعني ايه؟ يعني ان ذا بودي، في داخل جسم الانسان، يعني نورمالي في داخل جسم الانسان بيحصل كذا 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 في خطوات للستيم سيل. طيب المرحلة الثانية اسمها ان فيترو. ان فيترو يعني ايه؟ يعني ان ذا لابوراتوري. لابوراتوري يعني في المعمل، يعني انا هعمل ايزوليشن لستيم سيل واحطها في التيوبس او بيتري ديش واعمل لها تيست معينه او اعمل عليها فاكتورز معينه، يبقى ده اسمه ان فيترو. يبقى اذا في فرق كبير جدا بالنسبه لنا بين الحاجه اللي بتحصل ان فيفو او الحاجه اللي بتحصل ان فيترو. في عندنا انواع كتير من الستيم سيل. هنتعرف على حاجه اسمها امبريونيك ستيم سيل. من الاسم كده امبريونيك، يبقى هتبقى في مرحله الامبريو.
هنتعرف عليها ازاي بقدر الاقيها واعمل لها ايزوليشن وممكن استخدمها في الخارج او ان فيترو. في عندنا حاجة تانية اسمها induced pluripotent stem cell، يعني لها صفات pluripotent بس مستحسة او مستحدثة، ديت برضو هنتعرف عليها. وفي عندنا الادلت ستيم سيل اللي هي الستيم سيل الموجوده في مرحله الادلت اللي مثلا فرضا باخدها من البون مارو كنوع من انواع السورسز من الادلت ستيم سيل. اول نوع بالنسبه لي من الستيم سيل اللي هنتعرف عليه هي البلوريبوتنت ستيم سيل. البلوريبوتنت ستيم سيل هي خاصة بالإمبريونيك ستيم سيل، وديت هنتعرف على المراحل العمرية الأولانية خالص اللي هي بتاعت الإمبريو من أول عملية الفيرتلايزد إيج إن فيفو وتكوين الزايجوت ثم التمانية سيل إمبريو بلاستوسايت أند سو أون. كل ديت مراحل عمرية بتقدر تحقق لي فكرة التوتي بوتنت في الأول ثم البلوريبوتنت. البلوريبوتنت دي قادرة على ان هي تديني كل السيل تايبس اللي انا محتاجها في داخل الجسم. ممكن بقى اقدر اخد الامبريونيك ستيم سيل اللي في المراحل العمرية دي زي ما هنعرف فيما بعد في المحاضرات القادمة واعمل لها كلشر في بيتر ديش تقدر بيه فاكتورز معينة تديني الثري جيرم لاير اللي هما الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم اللي هما يقدروا differentiated into all cell types الخاصة بكل جيرم لاير موجودة عندي. يعني مثلا اكتوديرم ممكن تديني السكن، الميزوديرم تديني البون، الاندوديرم تديني الليفر زي ما هنشوف فيما بعد. كل لاير لها specificity بان هي بتطلع لي حاجة معينة من السيل. عملية بقى الـ harvesting of الـ embryonic stem cell، حصاد الـ stem cell لما عملت لها isolation وزرعتها ازاي هقدر اعمل لها harvesting، في techniques معينة لعملية الـ harvesting. برضو من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا ان احنا نتعرف على حاجة اسمها somatic cell nuclear transfer، عملية الـ nuclear transfer عملية الاستنساخ عشان اقدر احقق فكرة ان انا اكون pluripotent stem cell بصفات معينة في البيتر ديش عشان تديني خلايا معينة زي مثلا البنكرياتيك سيل، هيماتو بايوتيك سيل، نيورونز، كل انواع الخلايا اللي انا عايزها بتكنيك معينة بتسمى بسوماتيك سيل نيوكلر ترانسفير. برضو هنتطرق للانديوزد بلوريبوتنت ستيم سيل. انديوزد بلوريبوتنت ستيم سيل ديت بقى ملهاش دعوه بالامبريو خالص ولا الكلام ده، لا ده هياخد عينه من الادلت سيل زي مثلا فايبروبلاست ويعمل لها ريبروجرامينج، يعني بيبرمجها بطريقه معينه عشان يأهلها بفكره البريبوتنت ان هي تديني اول سيل تايب. بعد كده بعد ما ادتني كل السيل تايبس اللي انا عملتها عن طريق عملية الديفرنشيشن ممكن اعملها ترانسبلانتد مرة تانية في البيشنت بتاعي واقدر اعالج المشكلة اللي عنده. برضو دي مهمة جدا في عملية ايه، في عملية تيست للدراج، اشوف الدراج ده نافع بالنسبة لي ولا لا، ممكن استخدم الخلايا ديت عشان اقدر اعرف الدراج ده هينفع على الشخص ده ولا مش هينفع. هنتطرق للمالتي بوتنت ستيم سيل اللي هي الادلت ستيم سيل بصفاتها بقى. الادلت ستيم سيل بتبقى في مكان معين، يعني مثلا في عندي ادلت ستيم سيل في البرين خاصه بان هي هتطلع لي نيورال سيلز موجوده في الهارت، هتبقى خاصه بالكاردياك سيل اند سو اون. هنعمل مقارنة مهمة جدا ما بين الامبريونيك والادلت ستيم سيل من ناحية الاورجن بتاعها، في اورجن ولا لا، جاية منين، هتعرف على انواع البوتنس بتاعتها، اقدر اعملها كالشر ولا لا، في وضع اخلاقي في الموضوع، يعني في حاجات زي ما هنشوف في المحاضرات القادمة في حاجات ما بقدرش استخدمها لان وضعها غير اخلاقي علميا وفي حاجات بقدر استخدمها. بعد ما تعرفت على انواع الخلايا اللي موجودة عندي لازم اتعرف على الابليكيشن.
الابليكيشن بقى ان هي زي ما احنا قلنا للستيم سيل قادرة ان هي تديني كل السيل تايبس اللي انا محتاجها في داخل الجسم، يبقى اذا هتقدر تطلع لي خلايا زي النيرف سيل، كاردياك سيل، ماسل سيل اند سو اون، يبقى دول هيقدروا يحققوا لي اهداف في الاماكن الخاصه او الموجود فيها، زي مثلا الكاردياك سيل، الهارت لو شخص عنده مشكله في الهارت اقدر اعالجه، الماسل سيل عنده مشكله في الماسل اقدر اعالجها، مشكله عنده في النيرف يبقى بديله نيرف سيل اند سو اون. هنشوف بقى الفايده اللي عدى عليا لما بقدر اعمل عمليه ثيرابي عن طريق الستيم سيل، ايه الامبورتانس بتاعتي وايه المخاطر اللي انا ممكن اواجهها. طبعا عمليه الستيم سيل ثيرابي ممكن اعالج حاجات كتير جدا جدا، زي مشاكل في السباينال كورد، مشاكل في البلد، مشاكل في العينين، في زي ما انتم شايفين زي شايفين كده في البون، في الجوينتس، كل دي مشاكل ممكن اقدر اعالج بيها عمليه الستيم سيل ترانسبلانت. في تكنيك طبعا لعمليه الترانسبلانتيشن مش من السهل ان احنا نعمله، ومهم جدا ان احنا نتعرف عليه. زي ما احنا قلنا ان عمليه الستيم سيل ثيرابي طبقا للمكان اللي موجود فيه، طالما انا اقدر احقق سيلز من مكان معين زي في المصل بون اند سو اون، يبقى اذا هقدر اعالج المكان ده. الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي بقى ان الستيم سيل ثيرابي دي قادره ان هي تعالج كل الامراض اللي انا واجهها ولا لا، في سايد افكت لعمليه الستيم ثيرابي، يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده انا ممكن اخد خليه واحطها في شخص، طيب احطها في شخص هل الاميون هيتقبلها ولا الاميون سيستم هيتقبلها ولا، يبقى هيحصل فيه اميون ريجكشن ولا مش هيحصل فيه، يبقى اذا في مشاكل كتيره قوي ممكن تعرض لها اثناء ما بعمل عمليه الستيم سيل ثيرابي، هنتطرق لها طبعا في المحاضرات القادمه. وبكده اكون انهيت معاكم محاضره النهارده، يا رب تكون خفيفه ولذيذه عليكم، اتمنى يا شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما تراكمش علينا المعلومات العلميه. شكرا يا شباب.